لسه حضر البانكيك. هنحتاج جوج بيضات وشوية الملحة، قبيصة الملحة، جوج معالق كبار سنيدة، شوية دون زلفة صغيرة ديال الفينو، خمارة، فاني، وكاس الحليب، كاس كبير الحليب. صافي هادشي اللي غنطلبو. جوج بيضات هما الاولين غنديرهم، غنزيد نضيفو ليهم جوج معالق ديال السكر سنيدة، غنزيدو واحد ساشي ديال الفاني، واحد القبيصات الملحة، ونخلطو مزيان بالدراب الكهربائي. نخلطو مزيان، تنسجمو العناصر مع بعضهم. تيوليو بهاد الشكل، ونضيفو كاس الحليب. خلاص كاس الحليب بارد، نخلطو عاود بالدراب الكهربائي مزيان، تنسجم الخليط. نخلطو مزيان، ونبداو نضيفو الدقيق. انا استعملت الفينو، زلافة صغيرة يعني ما يعادل 140 غرام هكاك. كاين اللي يبغى يستعمل دقيق، دقيق الحلويات، انا كنستعمل ديما الفينو. كندير واحد المعلق ونخلط، وعاد نزيد نضيف الكمية المتبقية ونخلطو جيدا. نضيفو الكمية المتبقية، ونخلطو مزيان، نضيفو الساشي ديال الخمارة ونخلطو كذلك، نحصلو على هذا القوام. تيكون عاقد شوية، ماشي جاري وماشي ثقيل، بحال هذا الشكل هذا. ونحضرو المقلاة، نسخنوها، ندير فيها شوية الزبدة، ندهنوها غير المرة الأولى، ونبداو نصبو فيها الخليط ديالنا واحد المغرفة باش يعطينا نفس المقدار. اللي بغا يديرهم كبار، هما هاد الفطائر كيجيو بحال الشكل ديال لي بانكيك، تيجيو خفاف و تيتوجدو بسرعة. يعني ديك الساعة كتخلطيهم، ديك الساعة كطيبيهم. ممكن دهنوهم بالشوكولات، بحال يوسف تيبغي الشوكولات، ممكن دهنوهم بالعسل و زيت بلدية. انا صايبتهم، اللي صايبتها سياكلها يوسف، ما تيبقاوش زعما. اصلا انا صايبتهم غير يوسف هو اللي طلب مني، خوتو كانوا في المدرسه. ها شنو كتسنى؟ كنتسنى كريب. ها كنتسنى بانكيك. بانكيك تيجي النوتيلا. يلا عيني. عيني تنجي. هي ديال يوسف. هلا تتبدا تندير لك فيها نوتيلا. درت لك فيهم نوتيلا. ياك شبيت هاتاي. يا
تفضل. شكرا. يلا كل هذه اللي بديتي علاش كتشم؟ يلا كي جاوك يوسف؟ ها رائعين ولا زوينين؟ رائعين. شوفي واش الحق لي كريب لي واعر خيري ديليا دي القادر هاك مش بس شكرا